50 انتصار أول في هذه البطولة الأولى. الخطأ ينفذ لكن الكرة تصطدم في حائط الصد، بتعود مرة أخرى في الجهة اليمين، خطورتها قائمة. و25 مباراة دولية، كرة تلعب عالية والرأسية، لكن الكرة وصلت، انطلاقة سريعة، تقدم سريع، لمسة للأمام، هذه فرصة خطيرة، لكن الكرة تلعب والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت إلى ركلة مرمى، استلام ونقلة للأمام، هذه خطيرة، هذه خطيرة، لكن الكرة تبعد بشكل ممتاز، والكرة بعد ذلك الاعتماد على الأطراف، هذه كرة والتسديدة، لكن الحارس يبعدها على تنفيذ الخطأ، كرة بتلعب للأمام، هذه فرصة وكرة خطيرة، والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة بتلعب للأمام وكرة، لكن حارس المرمى، حارس المرمى تنفذ الكرة والتسديدة، ممكن كرة للأمام، فرصة، لكن الكرة إلى خارج أرضية الملعب. يعني الأكثر نشاطاً، الأكثر حيوية في تشكيلة المنتخب التايلندي، انطلاقة للبحرين، تقدم، مرور، كميل الأسود إلى جانبه، سيد ضياء يتقدم، يرسل كرة لكن بعيدة إلى خارج أرضية الملعب. متابعي قنوات الكأس الرياضية أينما كنتم، عودة مجددة على ضغط من اللحظات الأولى في الشوط الثاني للمباراة، المنتخب التايلندي والكرة بالنسبة للاعبين في الوصول لشباك منتخب تايلند، كرة بتلعب رأسية والكرة إلى خارج أرضية الملعب، الكرة بتلعب جمعة بشكل ممتاز، محاولة والكرة إلى خارج أرضية الملعب، تحولت انطلاقة سريعة، تقدم سريع، كرة عرضية خطيرة خطيرة، يا الله يا الله، المنتخب التايلندي ينجح في أن يسجل هدف المباراة الأول عن طريق سونغ كراسين، بعد عدة فرص وبعد عدة محاولات وبعد رغبة جامحة وكبيرة، ينجح هذا اللاعب سونغ كراسين من أن يسجل هدف المباراة الأول عند الدقيقة 58، وقد يكون هذا التقدم في النتيجة متوقع. اللاعب اللي يترك أرضية الملعب هو أحمد علي جمعة، عبد الله يوسف، عبد الله يوسف أقصى الجهة اليسرى، مرور جميل، الكرة العرضية، المتابعة والفرصة، لكن حارس المرمى بتعود، محاولة بعد، تغطية لازم تكون صح، هذه خطيرة خطيرة، والقائم يتدخل، القائم يتدخل، أخطاء غريبة جدا في خط الدفاع البحريني، أخطاء غريبة، هو علي مدن، علي مدن، الكرة ما زالت والفرصة قائمة، الكرة للأمام، هذه فرصة للبحرين، عرضية لكن ليست مثالية على الإطلاق، دانجدا تقدم، دانجدا دانجدا تقدم وانطلق ومر، يا لها من كرة، يا لها من كرة.